الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أهلا بكم، ونستهل نشرتنا بالعناوين. خلال استقباله مدير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، السيسي يؤكد دعم مصر لكافة مبادرات التنمية الهادفة بإفريقيا. الحكومة السورية تسيطر على بلدة قلعة المضيق في شمال غربي البلاد. القوات اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على منطقتين في مدينة الضالع وتسقط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات الحوثية. بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، في ذلك خلال استقباله المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد. وخلال لقاء آخر مع سكرتير عام منظمة الفرانكوفونية، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة الفرانكوفونية لتحقيق آمال الدول النامية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب بزيارة الدكتور ماياكي إلى القاهرة، مؤكدا سيادته الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للنيباد من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية القارة الإفريقية، وذلك من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة، وكذلك حرصها على الحفاظ على قصة النجاح التي بدأتها النيباد باعتبارها علامة تميز في موضوعات وجهود التنمية الإفريقية. من جانبه أشاد المدير التنفيذي للنيباد بالدور المصري الفعال والقيادي في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، والذي تجسد في مشاركتها في إطلاق ودعم مبادرة النيباد حتى باتت تمثل الكيان الإفريقي الرئيسي لعرض التحديات التنموية للقارة على المستويين الإفريقي والدولي. كما أشار إلى حرص سكرتارية النيباد على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر لنقل تجربتها العريضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتبناها المبادرة في سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة بالقارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة لويز مشكيوابو سكرتير عام منظمة الفرنكفونية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. السيد الرئيس وجه التهنئة للسيدة لويز مشكيوابو بمناسبة توليها منصبها منذ يناير الماضي، مؤكدا سيادته الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية. كما أوضح السيد الرئيس استعداد مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرنكفونية، وترحيبنا بالتعاون الثلاثي معها من أجل دعم دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، خاصة الاهتمام بالشباب والمرأة وريادة الأعمال ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. من جانبها أعربت سكرتير عام منظمة الفرنكفونية عن حرصها على زيارة القاهرة والتشرف بلقاء السيد الرئيس، موجهة الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي أو في نطاق المنظمة. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية العملاقة التي افتتحها رئيس الجمهورية في محافظة الإسماعيلية هي رسالة واضحة للعالم كله بأن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أشاد مدبولي بحجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة في سيناء ومحافظات القناة.
نددا وزير الخارجية والدفاع اليونانيان بمحاولات تركيا التنقيب غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ودعايا أنقرة إلى الكف عن انتهاك الحقوق السيادية لقبرص. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عزمهما إخطار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص شرق البحر المتوسط. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور بشير، بعد التحية، كيف تتابع محاولات تركيا التنقيب غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص؟ في البداية تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. هذا الإجراء التركي هو إجراء غير قانوني، لأن أي دولة عضو في إقليم شرق المتوسط من الناحية الجيوستراتيجية لا يحق لها التنقيب عن النفط والغاز أو إجراء المسح الزلزالي بدون الاستناد إلى أن تكون عضوا في النظام القانوني، بمعنى أن تبرم اتفاقات لترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة. حتى الآن تركيا لم تفعل ذلك مع أي من دول الإقليم، وبناء عليه لا يحق لها ممارسة أعمال التنقيب أو المسح الزلزالي، وأي قيام بهذا الدور بدون اتفاقات مبرمة يعد انتهاكا للقانون الدولي وافتئاتا على مصالح دول الجوار. نعم دكتور بشير، ما هي تداعيات هذا الانتهاك الممنهج للقانون الدولي من قبل تركيا خصوصا في هذه المنطقة؟ الآن غالبية دول الإقليم إضافة إلى المجتمع الدولي انتقدت هذا المسعى التركي، يعني ليس فقط مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، وإنما أيضا الاتحاد الأوروبي والنيتو والولايات المتحدة، الجميع أدان هذه التحركات التركية ووجه تحذيرا شديد اللهجة لأنقرة. المشكلة أيضا أن تركيا لا تمارس التنقيب عنوة فقط، وإنما هي ترسل قطع بحرية وتسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في قبرص التركية، وهذا ينذر بعسكرة الإقليم، وهذا ليس في مصلحة كافة الأطراف، خصوصا وأن المنطقة تعوم على بحيرة من النفط والغاز، والأمر يتطلب تفاهمات سلمية بين الدول الأعضاء مثلما قامت مصر وأنشأت منتدى غاز شرق المتوسط، وليس بمصلحة أي طرف أن تتم عسكرة الأوضاع بهذا الشكل. تركيا بالطبع لن تستطيع أن تواصل التهديدات لأنها لا طاقة لها بدول شرق المتوسط ولا بالنيتو ولا بالمجتمع الدولي، لذلك أعتقد أن أردوغان يحاول أن يساوم من أجل تحسين شروط العلاقة مع دول شرق المتوسط مع كل من تركيا وقبرص التركية، لأن قبرص التركية ليست جمهورية ولا يعترف بها سوى تركيا فقط، لكنه يريد أن يكون لها حصة خالصة من ثروات شرق المتوسط. نعم دكتور بشير، في هذه الحالة هل يحق لتركيا التي تسيطر على هذا الجزء من قبرص ولا يعترف بها أي من دول العالم، هل يحق لها أن تفعل هذا بحكم وجودها في قبرص؟ طبعا لا يحق لها على الإطلاق، لأن وجود تركيا في قبرص التركية إنما هو احتلال. نعم. هذه المنطقة لا يعترف بها أي طرف في العالم باعتبارها دولة كما تريد تركيا. ثلثي الجزيرة هو دولة مستقلة اسمها قبرص اليونانية، عضو في الاتحاد الأوروبي، وأبرمت اتفاقات مع باقي دول شرق المتوسط للاستفادة من ثرواته، بينما قبرص التركية هي كيان تحتله تركيا تريد أن تفرضه على باقي دول الإقليم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، وهذا الإجراء لا يمكن أن يؤتي أكله، فقط تركيا تريد أن تحسن شرط العلاقة بين تركيا وبين شمال قبرص وباقي دول أعضاء شرق المتوسط من خلال إما ضمها إلى قبرص اليونانية أو ضمها إلى تركيا أو إعلانها جمهورية مستقلة، والخيارات الثلاثة تبدو صعبة باستثناء إمكانية دمج الشمال مع الجنوب القبرصي، وهذا أمر يتطلب تفاهمات قانونية وسياسية طويلة وصعبة.
نعم، الإجراءات التي ينبغي على الطرفين القبرصي واليوناني اتخاذها في هذا التوقيت غير اختيار قادة الاتحاد الأوروبي بهذا الحفر غير القانوني في هذه المنطقة، أي الجهات يمكن أن تلجأ إليها الدولتان؟ طبعا القانون الدولي ليس في مصلحة تركيا، وهناك اتفاقات دولية أبرمتها دول الإقليم ووديعت نسخ منها في مجلس الأمن الدولي. نعم. ومن ثم صارت هذه الاتفاقات اتفاقات دولية. المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن يمكن أن يرضع تركيا في هذا السياق بموجب الاتفاقات المبرمة. الاتحاد الأوروبي أيضا، اليونان وقبرص هي أعضاء في الناتو، فضلا عن أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أعتقد أن هذا تجمع جديد يكفل الحفاظ على مصالح أطرافه وينسق التعاون بينها اقتصاديا وأمنيا. لذلك أتصور أن هناك أكثر من جهة وهناك أكثر من مرجعية قانونية يمكن الارتكان إليها في التصدي للخروقات التركية، ويكفي الرسائل التي وصلت إلى تركيا من دول غاز شرق المتوسط بأنها لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات. نعم، أشكرك الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على هذه المداخلة. انتزعت قوة الجيش السورية السيطرة على بلدة قلعة المضيق الاستراتيجية في شمال غرب البلاد، والتي تعد قرب منطقة تسيطر عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية. يأتي هذا في إطار تكثيف القوات السورية المدعومة من روسيا لعملياتها العسكرية في إدلب، أكبر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. في تطور جديد للأوضاع الميدانية في محافظة إدلب السورية، استعادت قوات الجيش السوري بلدة قلعة المضيق شمال غرب البلاد من يد المعارضة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين والمسلحين في إدلب والرد على هجماتهم. جاء ذلك غداة إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم بلاده مواصلة توجيه ضرباتها إلى الإرهابيين الذين يقصفون قاعدة حميميم الروسية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب مستخدمين راجمات الصواريخ، مشيرا إلى أن القاعدة تتعرض للقصف من قبل ما تعرف باسم جماعة النصرة. كانت المعارك التي تشهدها إدلب قد أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 350 شخصا ونزوح حوالي 150 ألفا آخرين. وفي محاولة لاحتواء العنف المتصاعد في إدلب، أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة الجمعة لبحث تطورات الأوضاع هناك. يذكر أن منطقة شمال غرب سوريا قد شهدت هدوءا نسبيا منذ توصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات الجيش والفصائل المسلحة. طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف منتقدي صيغة أستانا بشأن التسوية السورية بعدم عرقلة العمل على إنشاء اللجنة الدستورية. وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني جواد ظريف في موسكو إلى أن التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران يؤثر على الوضع في سوريا. وأكد لافروف أنه بفضل جهود الدول الداعمة لاتفاق أستانا جرى تحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي لحل الأزمة السورية خلال العام الماضي. تصدت قوات الحزام الأمنية التابعة للجيش اليمني لهجوم لميليشيات الحوثي على منطقتي حمر وقردح في مدينة الضالع وسط البلاد. اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل العشرات من الحوثيين وفرار باقي الميليشيات إلى منطقة حمر اليمنية. يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه طيران التحالف الدولي غارات جوية على منطقة حمر وشغف والفاخر، أسفرت عن تدمير عربة ودبابة في منطقة حمر التي تعد المركز الرئيسي لميليشيات الحوثي. بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مستجدات الأوضاع في البلاد والعقبات التي تواجه تنفيذ اتفاقات ستوكهولم. وأشار صالح خلال الاجتماع إلى التعنت المتواصل للحوثيين والمراوغة في تنفيذ ملف المختطفين والأسرى.
من جانبه ثمن المبعوث الأممي السعي الجاد للحكومة باتجاه تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، خاصة اتفاق الحديدة، معربا عن أمله في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد يحيى أبو حاتم الخبير العسكري اليمني من القاهرة. السيد أبو يحيى، بعد التحية، كيف هي الأوضاع الميدانية في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي وشن طيران التحالف العربي غارات جوية على منطقة حمر وشغف والفاخر؟ حياك أخي الكريم. حقيقة في بداية هجوم جماعة الحوثي باتجاه محافظة الضالع سقطت بعض المواقع الاستراتيجية نتيجة الخيانة من أبناء المناطق، لكن كان هناك عمليات ارتدادية هجومية من قبل الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية وكذلك بطيران التحالف، استطاع أن يحيد الكثير من قدرات الجماعة الحوثية وأن يحرر المناطق التي سقطت. اليوم هناك عمليات عسكرية تدار في أكثر من 3 محاور، محور مريس واشتباكات في نجيل مريس وفي مناطق كانت جماعة الحوثي قد استخدمتها يعني كقواعد لإطلاق الصواريخ الكاتيوشا باتجاه مدينة الضالع. في المحور الآخر وهو محور قعطبة هناك عمليات عسكرية، استطاعت وحدات الجيش أن تحرر الكثير من المناطق في نجيل قعطبة وتحرير مناطق الحمر، حتى استطاعت أن تقترب من معقل الجماعة الحوثية في هذه المنطقة. هناك محور آخر وهو محور الأزارق، وتدار العمليات العسكرية في هذه المنطقة، استطاعت أن تحرر منطقة الأزارق وأن تطرد جماعة الحوثي من هذه المنطقة وأن تخرج إلى منطقة ماوية التابعة إداريا لمحافظة تعز. ولذلك نقول أن العمليات العسكرية تجري بمؤشر عالي جدا، هناك تقدم وهناك قتلى بالمئات ليس بالعشرات من جماعة الحوثي، أكثر من 860 قتيلا إلى حد الآن حسب إحصائيات جماعة الحوثي، هناك الكثير منهم ما زالت جثثهم داخل الشعاب والأودية. الجماعة الحوثية اليوم داخل أمانة العاصمة تقوم بالمشي بمكبرات الصوت وتستنفر أبناء القبائل في هذه المحافظة وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها للدفع بهم إلى محافظة الضالع نتيجة يعني القتل الكثير بميليشيات داخل هذه المحافظة. نعم، طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤتي لقاء نائب الرئيس اليمني مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى حلول للعراقيل التي تحول دون اتفاق أو دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ حقيقة أخي الكريم، بعد أن عاد مارتن جريفيث من صنعاء في زيارة الغير معلنة ورجع إلى الرياض، ولكن رفض الرئيس هادي اللقاء به، رفض النائب رئيس الجمهورية الالتقاء به، لكن كانت هناك وسادة من قبل المملكة العربية السعودية التقى على أثرها نائب رئيس الجمهورية مع مارتن جريفيث. كان هناك كلام حاد وشديد اللهجة من قبل نائب رئيس الجمهورية، وضخ مارتن جريفيث وقال له بالكلمة: أنت فاشل وفشلت في مهمتك وأنت الآن تراوح وتراوغ في هذه المنطقة، ونحن يعني قدمنا الكثير من التنازلات من أجل تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، ما لم يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في أسرع وقت فأن دورك غير يعني سيصبح منتهي في اليمن ونحن سنتحول إلى الخيار العسكري الذي بدأناه. هذا ما قاله نائب رئيس الجمهورية مارتن جريفيث، حينها مارتن جريفيث يقوم بالشكر للحكومة اليمنية، لكن نحن في الحكومة اليمنية في اعتقادي لا نعول أبناء الشعب اليمني على مارتن جريفيث وعلى دور الأمم المتحدة المشبوه. اليوم هناك أصوات في الشارع اليمني تتعالى بشدة وبقوة وتتهم مارتن جريفيث مباشرة وصريحا أنه أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل نتيجة التماهي والمماطلة مع جماعة الحوثي التي يعني تحاول أن تكسب الكثير من الوقت لإعادة تموضع قواتها والتحشيد داخل محافظة الحديدة. شكرا لك يحيى أبو حاتم الخبير العسكري اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. حذرت الأمم المتحدة من أن وكالتها التي تقدم المساعدات الغذائية للفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات لتجنب الخفض الكبير في الحصص الغذائية. كما أعلنت الأمم المتحدة أن نقص التمويل للقطاع الصحي في غزة قد يؤدي إلى إجراء عمليات بتر أعضاء خلال العامين القادمين لنحو 1700 شخص مما أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أزمة إنسانية آخذة في التفاقم بقطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عام 2006، إضافة إلى عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن وكالاتها التي تقدم المساعدات الغذائية للفلسطينيين تحت الاحتلال لا سيما في قطاع غزة تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات في الأسابيع المقبلة لتجنب الخفض الكبير في الحصص الغذائية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال إن نقص التمويل للقطاع الصحي في قطاع غزة يعني أنه ربما يتعين إجراء عمليات بتر أعضاء خلال العامين القادمين لنحو 1700 شخص ممن أصيبوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية. هناك 1700 شخص بحاجة إلى جراحات عاجلة ومعقدة حتى يتمكنوا من المشي مجددا. هؤلاء الأشخاص أصيبوا برصاص خلال المظاهرات ويحتاجون إلى إعادة تأهيل وجراحة خطيرة للغاية ومعقدة لإعادة بناء العظام على مدى عامين قبل أن يبدأوا في إعادة تأهيل أنفسهم. بدون تلك الإجراءات سيواجه هؤلاء الأشخاص خطر الاحتياج إلى عمليات بتر. وقد يتسبب نقص التمويل لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في تعطل إمدادات الغذاء لمليون شخص، بينما تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 20 مليون دولار لسد الفجوة في الإنفاق على قطاع الصحة. ويقدم برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أونروا مساعدات غذائية لأكثر من مليون شخص في غزة، لكن الأمم المتحدة حذرت من أنهما يواجهان أزمة تمويل خطيرة. رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني وكذلك الاتحاد الأوروبي المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. جاء ذلك قبيل بدء قمة الاتحاد في رومانيا لإطلاق السباق على المناصب العليا في بروكسل ورسم مستقبل من دون بريطانيا والوقوف على مستجدات الاتفاق النووي الإيراني. فيما تخيم الشكوك على مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، قال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي مع إيران، لكن لن يقبلوا أي إنذارات، وذلك غداة إعلان طهران أنها ستتخلى عن بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي. الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون دائما اتحادا دبلوماسيا، يجب أن يكون لدينا أساليب لتخطي الأزمات، ولهذا نحن نرى أن التصريحات الجديدة لطهران لن تساعدنا في إيجاد حلول للتعامل مع التوترات التي بالمنطقة. أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ مفاوضات جديدة مع أصدقائنا الإيرانيين، لأننا لا نريد أن نرى أي نوع من التصعيدات بالمنطقة. التصريحات جاءت على هامش لقاء القادة الأوروبيين في رومانيا لإطلاق السباق على المناصب العليا في بروكسل ورسم مستقبل بدون بريطانيا ومناقشة مستجدات الاتفاق النووي الإيراني. وقبيل انطلاق القمة رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني وكذلك الاتحاد الأوروبي المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. الاتحاد الأوروبي بدوره أكد التزامه برفع العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي، داعيا الأطراف الأخرى إلى التحفظ عن الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تعطيل تنفيذ الاتفاق، كما شدد على أن الاتفاق النووي إنجاز أساسي في نظام حظر الانتشار النووي، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلع بدور أساسي في مراقبة تنفيذ الاتفاق. رفض الاتحاد الأوروبي المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة عقوبات جديدة على طهران شملت صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، مهددا باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير طهران من سلوكها جذريا. تصعيد في الموقف الأمريكي إزاء النظام الإيراني عقب إعلان طهران أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل عام.
آخر هذه التصريحات خرجت على لسان الرئيس الأمريكي ترامب، والذي أعلن عقوبات على صناعة الحديد والصلب والألومنيوم وكذلك النحاس الإيرانية، مهددا باتخاذ إجراءات جديدة ما لم تغير طهران من سلوكها بشكل جذري. وفي طهران أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تعليق مزيد من التعهدات واستئناف تخصيب اليورانيوم خلال 60 يوما ما لم يتم تخفيف أثر العقوبات الأمريكية. لقد أبلغنا الأطراف الأخرى في الاتفاق أنه إذا لم تحدث نتيجة ولم يتحقق فوائدنا الرئيسية خصوصا مبيعات النفط والعلاقات المصرفية في غضون 60 يوما القادمة فسنعود إلى نقطة البداية. أما موسكو فقد حملت مسؤولية التحرك الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا الوضع وتجعل من الصعب على إيران الوفاء بالتزاماتها. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فقد أكد أن رد بلاده سيتحدد وفقا للخطوات الفعلية التي ستتخذها إيران على الأرض، وبخاصة وأن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي صرح بأن طهران تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل. سننتظر لمعرفة ماذا ستكون عليه الإجراءات الإيرانية بشكل فعلي. لقد أصدروا عددا من التصريحات بشأن إجراءات يهددون بالقيام بها. الولايات المتحدة الأمريكية ستنتظر لمراقبة ذلك وسنتخذ قرارات جيدة. يأتي ذلك وسط أجواء مشحونة من التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، والتي أعلنت إرسال حاملة طائرات وقاذفات B-52 إلى منطقة الخليج العربي، مع تحذير النظام الإيراني بأنه سيكون المسؤول المباشر عن أي اعتداء سواء تم من خلاله أو عبر وكلائه وميليشياته على المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء في المنطقة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن موسكو لا تعتزم إرسال المزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا. يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه الاستخبارات الفنزويلية نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة إدغار زامبرانو. من ناحية أخرى، وجهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتهام بالخيانة العظمى والتآمر إلى 3 نواب في الجمعية الوطنية لدعمهم انقلاب غوايدو، وبذلك يرتفع عدد النواب المعارضين الذين وجهت إليهم اتهامات بدعم غوايدو إلى 10 نواب. تصدر المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتولى منذ 1994 الحكم في جنوب إفريقيا نتائج الانتخابات التشريعية بحسب النتائج الجزئية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة، وحصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 54.65% من الأصوات، بينما حل التحالف الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة في المرتبة الثانية بحصوله على 26.49% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية الذي حصل على 8.17%. هذا ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية السبت المقبل. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية لعدد من القذائف لم تعرف طبيعتها حتى الآن. إنك أنت تربط سيناء بالدلتا ده كان حلم كلنا بنتمناه. سينا مليانة مصانع والناس كلها رايحة هناك، وكأننا بنعمل مدينة جديدة خاصة بينا احنا كمصريين في الجيل ده. المشروع ده خلاص يعني خلانا نبقى زينا زي اللي في مصر، يعني انا الوقت بقيت زي اللي عايش في الزمالك، عندي مية ومية كتير جدا. كان المشروع بيتعمل ممكن يقعد سنين على ما يتعمل، دلوقتي الكباري بسم الله ما شاء الله، الطرق بقت نمرة واحد. كده انا اعرف انمي، كده اعرف ازرع، كده اعرف ابني مصانع، كده اعرف اعمل طرق هناك، كده اعرف احميها، كده اعرف احميها. سينا بذل فيها جهد وبينفق عليها انفاق غير مسبوق، وبقول للناس عندما تقوم الدولة بالعمل فهي بتقوم بعمل متكامل محطوط فيه كل الاجراءات.
مشاهدينا إلى وقفتنا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. التفاصيل مع الزميلة ماجدة القاضي. أهلا بك ماجدة، أبرز ما لديك. لدي الكثير من الأخبار غادة، أشكرك أنت وشهاب، وننتقل إلى العناوين. أهلا بكم مشاهدينا. المركزي للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال إبريل الماضي. أهلا بكم مجددا. تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر إبريل الماضي ليبلغ 12.5% مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2018، والذي سجل فيه 12.9% وفقا للبيان الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الخميس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح البيان الصادر من المركزي للإحصاء أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري بلغ 13.1%، مضيفا إن معدل التضخم خلال إبريل الماضي ارتفع بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس السابق عليه، ليسجل 308 نقطة مقابل 307 نقطة. وأرجع الجهاز ذلك إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.3% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت بنحو 12.8% مقارنة بشهر إبريل من عام 2018. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن المنطقة الحرة العامة جنوب غرب المدينة أسوان الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستتضمن 160 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار وتوفر 15,000 فرصة عمل مباشرة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلي، لافتة إلى أن هذه المنطقة ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، كما تستهدف المنطقة تصنيع وتعليب الأسماك وتصنيع الأغذية وتكفيف وتدريج الحاصلات الزراعية، كما تنتج الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء. بحثت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موقف الشركات العاملة في منطقة توشكا للتأكد من تنفيذ عملية التنمية في توشكا وشرق العوينات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة مع كل من وزيرة الاستثمار ووزير الموارد المائية والري ووزير التنمية المحلية ومدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وعقب الاجتماع أكد وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت أن المجتمعين وافقوا على اعتماد بروتوكول تعاون مع محافظة قنا لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة، على أن يتم تجديد البروتوكول سنوياً. كشفت وزارة التخطيط عن أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه موزعة على المشروعات التي تنفذها الوزارة. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي الجديد أن خطة التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 تتضمن عددا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري. أعلن دكتور عاصم جزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قيام الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفتح باب الحجز ل 23 قطعة أرض خدمية لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و 11500 متر مربع ب 18 مدينة جديدة. وأشار وزير الإسكان في بيان اليوم الخميس إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجاري.
أعلنت وزارة المالية تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. ووجه وزير المالية محمد معيط بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5000 جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة للقراءة السياسية مع الزملاء غادة فاروق وشهاب شعلان، فإليهما. شكرا لك مجد. أعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان له اليوم أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدد من القذائف لم تعرف طبيعتها حتى الآن. وأوضح البيان أن قذائف كوريا الشمالية أطلقت من منطقة شينوري في إقليم بيونغ آن الشمالية نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية. يأتي ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إشراف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجربة لإطلاق عدة قذائف وصواريخ. أحيت روسيا ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال عرض عسكري حضره الرئيس بوتين كرم خلاله عددا من المحاربين القدماء. أقيم الاحتفال أو عرض النصر في الميدان الأحمر في موسكو بمشاركة أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. وخلال العرض ألقى الرئيس بوتين كلمة دعا فيها جميع البلدان إلى إدراك مسؤوليتها المشتركة عن إنشاء نظام أمني فعال ومتكافئ للجميع. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. المشروبات والحلوى الرمضانية ضيوف دائمة على مائدة الصائمين خلال شهر رمضان الكريم. تساعد العصائر التقليدية والمشروبات مثل قمر الدين والتمر هندي على الارتواء ساعة الإفطار في رمضان، وتعد هذه المشروبات من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في موائد الإفطار عند أغلب الصائمين، لما تحتوي عليه من سعرات حرارية عالية تعمل على استعادة النشاط والحيوية. الخروب والكركديه والتمر هندي والسوبيا عصائر تقليدية تعتبر جزءا أساسيا من مائدة الإفطار عند المسلمين، فمع حلول شهر رمضان في فصل الصيف يحظى باعة العصائر في القاهرة بموسم جيد، وهذا يعني أن المتسوقين يشترون العصائر التقليدية لشربها من الإفطار إلى السحور. عادة واخدين عليها لازم القمر الدين، لازم التمر، البص كل العصائر لازم تبقى على الترابيزة على الفطار، دي عادة خلاص خدنا عليها. أما العصير التقليدي الأشهر في شهر رمضان هو مشروب قمر الدين المستخلص من فاكهة المشمش التي تعد مصدرا جيدا للطاقة ويقضي على الجفاف. ممكن مرضى الضغط ياخدوا عناب، وممكن لضغطهم واطي يشربوا الأرثوذ، وفي عصير بطيخ بيريح القولون، وفي مانجا، وفي سوبيا فراولة. وتساعد العصائر التقليدية على الارتواء بعد الإفطار عند مغيب الشمس حتى يستعيد الصائم نشاطه وحيويته. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. خلال استقباله مدير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد السيسي يؤكد دعم مصر لكافة مبادرات التنمية الهادفة بإفريقيا. الحكومة السورية تسيطر على بلدة قلعة المضيق في شمال غربي البلاد. القوات اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على منطقتين في مدينة الضالع وتسقط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.
ختام بانوراما. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.